واش عيب الله واش دابا واش بغيتي تكوني انت في الدار جالسه انت في الدار انت وراجلك وتسمعي الصداع في الصح ويقول لك طلعي شوفي شكون كاين واش دابا هذه دابا ديريها واش تقبلي راجل يقول لك ديري هذه وراه حنا هادشي غادي لهادشي غادي راه هذيك البوطه اللي تكلمت عليها بلي غتنوضي تصاوبيها راه تقولي الكفاءه وانت تما راه كديري الفن والحرب طلعي وخلينا جالس الدار خليك تدب معاه راه الراجل عنده التزامات عنده مسؤوليه اللي ما اختارهاش هكاك خلق الله هو اللي خصو يدير لك الاهل ديالو هكا راه حنا غربيين ما بقينا مسلمين سمحنا في الاسلام ديالنا سمحنا في الاخلاق ديالنا سمحنا في القيم ديالنا الراجل ردو حتى هو امراه نخدموا على هادشي هذا سؤالي هو شنو هي الحاجه اللي ضراك دكتور جمال في هاد بالضبط هاد الظاهره اللي ولينا كنشوفوا كاين اللي كيقول ان الدكتور محمد جمال معتوق باغي داك النموذج التقليدي ديال الرجل والمراه يبقى وهاد الاختيارات الحاليه اللي هي حره هو ضدها واخا غادي نرجعوا هذاك الشكل التقليدي ديال هادي 40 50 60 عام كانت خلق لنا مجتمع مشكل في المجتمع كان عندنا مشكل كان عندنا الطلاق اللي عندنا اليوم كان عندنا الصراعات اللي عندنا اليوم كان عندنا العدوانيه اللي كاين بين الذكر والانثى اليوم كانت عندنا هذه 60 عام الم يكن هناك تكامل الم يكن هناك ثراء وغنى بين الرجل والمراه ما كتطرحوش على نفسكم سؤال تقولوا شكون اللي وصلنا لهذا الشيء هذا واش حنا هذا الشيء ماشي مقصود واش ما كاينش شي ايادي خفيه تتشغل باش تفككنا باش تشتتنا باش تخلي داك الشيء اللي عندنا حنا كيميزنا كمسلمين ضرب الباباه ثلاثه ونتشتتوا ونرجعوا بحالنا بحال حتى هما الاخرين وبقى يتفرجوا يضحكوا علينا ما حنا غربيين ما بقينا مسلمين سمحنا في الاسلام ديالنا سمحنا في الاخلاق ديالنا سمحنا في القيم ديالنا ورجعنا كنتشبهوا بما لسنا فرنسيين تيقول لك يفو با جوي لو ريش كونت اون با لو سو علاش كنظهروا نديروا راسنا حنا منفتحين وحنا غربيين وحنا ما تيمنعش إلا كنت أنا عندي أصل ديالي وتمسكت بالتقاليد ديالي وبديني وبقيامي وبأخلاقي وبمغربيتي وانفتحت على العالم ما تتكلم لك على المرأة وتقول لك المرأة علاش ما تكونش عندنا جرأة اليوم كسياسيين حكومة تقول أنا بغيت ننقذ الأسرة كي غادي ندير ننقذ الأسرة بغيت الأم دوز أكثر الوقت مع وليداتها مزيان فقلت لي غتخرج هي في 8 الصباح كتجري معاهم ما كاين فطور مقاد ما كاين لباس مقاد كلشي مرون كلشي مرون يا كت عندك هاد الصوره كتبان لك الصباح يلا سربه يلا يلا صافي صافي سير 12 12 حتى لجوج كلشي هكا مزيان علاش ما خلاش تخرج حتى ل 10 د النهار جلسي على لا فطري وليداتك وفطري على راسك وقادري راسك حتى انت وشوفي شنو خاصك وبشويه عليك ل 10 غتمشي تخدمي في الربعه في تدخلي لي 8 د الليل وتسعود عاد تدخلي انت والراجل قد قد وهو كيمشي يهز جهاز التحكم عن بعد في التلفازه وانت تدخلي للكوزينه كيفاش بغيتي تكوني كيفاش بغيتي تكوني انت مرتاحه انت داخله من 8 د الليل قد قد وتدخلي للكوزينه غتكوني مرتاحه كي غادي ديري تمتصي هذاك الضغط هو كيجيب هو واللي كيجيب الاطفال واللي كي غديري فين عندك قال له كحز قال له دار الحمار قصير ما عند المراه فين تكحز طايبه على برا الخدمه جايه في الدار طايبه غتهضر معاها كلمه جوج الله يخليك تلقوا سالينا ما طلع لي والو شنو طلع لي منك خدامه على برا داخل خدامه عندك متعلمه في الدار اشنو شنو غيخرج لي كاع من هذا الشيء هذا ما عندي حتى شي حاجه من هذا الشيء الله يخليك خليني نمشي بحالي وحدي رفعت الجلسه انتهى الامر هذا الشيء كان عندنا هذه 60 عام دابا انتم فرحانين بهذا الشيء هذا اللي كتقولي لي انا في الحقيقه ما بغيش نكون نشبال هذه انا بالنسبه لي انانيه اذن انانيه بس للمراه دكتور اختي قبل مني واحد الحاجه واخا نكمل غير نكمل من العشره حتى الاربعه د العشيه تخدم تخدم مزيان وماشي عندها اعاقه زعما الخدمه اللي خدمات ناقصه لا يبقى الاجر ديالها هو هذاك والترقيه ديالها هي هذيك وطلع فين ما بغات كل ما طلعت كل ما المراه كانت ناضجه عالمه فاهمه كل ما اللي غادي يستافد الاول هو داك الزوج وداك الاسره وبالتالي المجتمع ماشي رابح اذن راه ماشي المراه خصها تجلس في الدار شد عليها قابلي لا بغات اسيدي تشتغل احبس على المجال ولكن ناخذ بعين الاعتبار الاكراهات اللي عندها هي شخص استثنائي للمراه غنرجعوا للرجوله الاطفال الاطفال ديال اليوم ماشي لازم يكونوا
ديك الطريقه التقليديه اللي انا كنشوفها ولا، ولكن راه الطبيعه، طبيعه ديال الرجل، طبيعه ديال 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 الذكر خاصه يكون مرجل. واش عيب الله؟ واش دابا واش بغيتي تكوني انت في الدار جالسه انت في الدار انت وراجلك وتسمعي الصداع في السطح ويقول لك طلعي شوفي شكون كاين؟ واش دابا هذه دابا ديريها؟ واش تقبلي الراجل يقول لك ديري هذه؟ وراه حنا هادشي غادي لهادشي غادي، راه هذيك البوطه اللي تكلمت عليها بلي غتنوضي تصاوبيها راه كتقولي الكفاءه، وانت تما راه كديري الفون والحظ، طلعي وخليني جالس الدار خليك انت دابزه معاه. راه الراجل عنده التزامات، عنده مسؤوليه اللي ما اختارهاش، هكاك خلق الله هو اللي خصو يدير ذاك الاهل ديالو هكا. وملي كدير انت الوليدات كل مره كدير هكا، المفروض انك دير هكا، هذيك المراه كتشعل لك فتيله لداخل، ماشي باش تحرق لك الدار، كتشعل لك باش كتنور وكتقاد داك الشيء وكتقول لك انت كحوز هنايا انت دير هنا وانت وانا الصامر والحياه تستمر. بغيتي تخرجي تخدمي خرجي خدمي، ولكن شنو هو الاساسي عندنا؟ هي الاسره، اللبنه الاساسيه ديال المجتمع هي الاسره. دكتور المجتمع ديالنا واحد النقد وبغيتك، هو ماشي نقد هو فقط فكره، من قبيله وانت كتحدث ما هضرتيش كاع على تقاسم شي اعباء كالرجل مع المراه، مثلا هضرتي على ان المراه مطحونه برا والداخل، علاش فاش كندخلوا لداخل بجوج ما كنتعاونوش بجوج؟ وما غايبغيش الراجل حيت الراجل ظروف تغيرت وهو ما بغيش يتغير، اذا ما غايقدمش تنازلات. علاش ما يقدمش تنازلات؟ ما يقدمش تنازلات حيت ورث. اذا هنا فين خصنا عليها، على هادشي خصنا نخدموا ان الراجل نردو حتى هو مرا صافي نخدموا على هادشي هذا صافي. لا ماشي هذه الفكره دكتور، الفكره هي ان وعلاش ما نخدموش على الحاجه اللي جربناها هذه 60 عام وكانت ناجحه؟ علاش ما نخدموش؟ علاش بغيتوا تجربوا شي حاجه من المراه الراجل تحولوه؟ لا ماشي يتحول، وانما يقبل انه يبدل بعض الممارسات اللي ما غتنقصش من رجولته. بحال اش؟ بحال مثلا انه يساعد المراه. واين العيب انه يساعد المراه انه يغسل الماء فعلا ولا يطيب الغداء؟ ما كاين حتى مشكل. بزاف ديال الرجال كيعتبروها عيب ونقص من الرجوله، هذا اللي بغيت نقول لك. حيت كل المراه يعني التربيه ديالنا خاص يدخل فيها، وهادشي ما كانش شحال هادي مع الاسف. اجي اذا قدرتي اذا طيبتي بحال اللي غنطيب انا نتحداك. يلا انا ولادي الذكور كيطيبوا احسن من اختهم، ماشي ضد انك تدخل الكوزينه او تشتغل او تعاون المراه، ولكن راه كل واحد خصو يبقى عنده دور وخصو يكون عارف الاهميه ديال ولكن الى المجتمع فيه. احنا في مجتمع راسمالي ليبرالي غيرنا ما هو ماكرو، اذا اوتوماتيكمون داك الميكرو حتى هو غيتبدل. لا غادي نبعدوا على الهويه ديالنا، ما خصناش نغيروا. اذا خصنا الحلقه المفقوده هي المحبه، واش كتكون المحبه نقدر نقوم بادوار كثيره ونتسامح معاك وانت كذلك. ما عرفتش انا هذه فكرتي بكل شيء. دابا كيفاش كنهضروا على هذا الشيء هذا اللي كيفاش كان كيقيسنا واضحه الفكره دكتور. بزاف كتعاين في الدار. انا رايك صدمني يا دكتور. نكمل والله صراحه كتعاين في الدار باش غادي تجي غادي تستقبل هذاك الراجل، غادي تهلا في الوليدات، غادي تلبسهم، غادي تربيهم، غادي تقولي لي واخا الامور تغيرت اليوم المراه باغا تشتغل، علاش ما تكونش عندنا جرأة ونفكروا المراه كيفاش تشتغل ونحافظها على البيت ديالها؟ ولكن هي مثلا هي ما بغياش الدكتور اسمح لي، ما بغياش تجلس في الدار. علاش ماشي تجلس في الدار؟ داك الدور اسمح لي، داك الدور التقليدي اللي كان عند الام ديالها ولا عند الجده ديالها هي رافضه. مثلا انا شخصيا رافضه انني نكون ربه بيت، لاني لن اكون سعيده وانا اقوم بادوار ديال الام ديالي ولا خالتي ولا. انا سعيده انني ام ولكني سعيده انني اعلاميه، فعلاش نديروا الوصايه على المراه؟ علاش ما نعطيوش المراه كامل لفات الاحتمالات ونخليوها هي تختار شنو بغات بدون وصايه؟ علاش نعطيو؟ ما كاينش وصايه على المراه، الرجل والمراه ما محتاجاش وصايه. ما تقوليش ما كاينش شي واحد يكون واصي على المراه، ولكن الراجل عنده واحد المقام والمراه عندها مقام، ومقام المراه ليس باقل من مقام الرجل، ولكن لكل مقام. راه الراجل ملي كيكون في الدار خصو يكون سبع، وهذيك المراه ملي تكون غادي تجي عندها انت تقول له شي حاجه يقول لك شوفوا مولات الدار، هو راه السبع. ملي تجي تقول له واش نديروا في هذه شوفوا مولات الدار، واش فهمتي؟ راه كانت واحد الطريقه كيفاش الراجل كيرفع كيحترم المراه، كيحسها هي كلشي في الدار، وبالمقابل المراه بالنسبه لي عاوتاني راه هو تاج راسي وانت يا سبعي وانت يا هو. ملي كتقول له هذا الكلام كي تيحس براسه؟ كيحس براسه بصح كيتعامل، وهذه ما يسمى فعلا اجرام البصمه الاجتماعيه.
بالفرنسيه تنقولوا الى بوز لو ستاتو الى دوبت لو رول، كيرجع السبع كيتبنى الدور ديال السبع. ملي كتبقى المراه كتصرف كتخرج تدخل تسعود الليل تدخل تبدا يبان راسو هو فار حتى كيرجع فار، حيت راه هي اللي كتاخذ القرار. ملي كيدخل السباك للدار كتلقى المراه واقفه معاه، صاوب لها الروبيني الله يخليك دير لي هذه هنايا، صاوب لي هذه البوطه راه داك. اسمح لي مفتاح غادي نصاوب البوطه. هادشي لا ينقص من قيمه الرجل ان المراه تاخذ على الرجل بعد يعني لاطاش اللي هما ماشي شي حاجه اللي مكتوبه في القران منزه، هي فقط هذه يعني حتى الدور الاجتماعي للرجل ولا الدور الاجتماعي للمراه حنا ما تولدناش به. كما قال سيمون دو بوفوار، نحن لا نولد نساء بل نصبح كذلك. يعني من حق المراه او من حقنا حنا كمجتمع نتغيروا باحترام مع الحفاظ على قيم ومبادئ. ممكن تبدلوا الادوار ولكن باحترام، يعني ماشي ضروري انني لو وقفت مع السباق فهذاك ينقص من الرجوله درجلي. ما عرفتش يا دكتور واش فهمتي. واش دابا قلت لك في المقدمه انا بلدي قلتيها هكا باش ما لا لا وجدتي لي فرشتي لي. واش دابا انا غنكون في الدار وغتكون المراه في الدار، وملي غادي يجي هذاك السباك اللي غادي يصاوب شي حاجه في الكوزينه الراجل غيبقى في التلفازه تيدير هكا ها، والمراه يمكن لابسه بيجاما ووقف معها البلومبي كيصاوب معها السباك في الكوزينه وهي كتحني له من لهنايا وغادي نصاوب. هادشي عندكم عادي؟ لا انا ما كنهضرش على ان المراه. لا واش هذه عادي؟ لا اكيد في المراه فاش كتكون عارفه شي واحد غادي يجي اكيد كتبدل، الا كانت لابسه شي حاجه غير لائقه كتلبس شي حاجه. وعلاش بغات تلبس؟ ربما هي اكفأ منه انها في التعامل مع صنيعي. هذه استثناءات، ملي تكون استثناءات معنا ما نقولوا. كي ما عندناش دراسه تؤكد من الاكفأ في التعامل، حنا كنعرفوا المراه مثلا اكثر. ماشي على الكفاءه، ماشي على الكفاءه، راه تنقول لك راه انا بالنسبه لي المراه شي حاجه اللي تخصها ديرها في شي بلاصه. فهمت الفكره ديالك دكتور والله الا فهمتها. يعني القيمه ديالها، القيمه ديالها ما يمكن كبيره انني نهبطها. تلاقى لي مع هذا وتلاقى لي مع هذا وتلاقى لي مع هذا. ما سخيتش في حقه بهذه الفقره، ولكن انا مضطره ندوز للفقره المواليه.